نرى اليوم أن الأكثر معجب برأيه، أصبح الطفل أبو الذي له 8 سنين وعشر سنين يجادلك في قضايا كبار، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصفه لما يحصل في آخر الزمان، قال: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فإعجاب كل ذي رأي برأيه بدأت بوادره، أصبح الجاهل يجادلك في القضايا، حتى في الأمور الدينية أصبح الصغير يجادل، وأصبحت البنت تجادل، وأصبحت المرأة تجادل، فأعجب كل ذي رأي برأيه. وهذا يجعل التبعة على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى المنتسبين للعلم، جعل التبعة عليهم كبيرة جدا، فإن عليهم دورا عظيما في هذه الأمة. فالزمن اليوم زمن جهاد، فعليهم من الدور أن ينشروا العلم الذي من الله عليهم جل وعلا بجعله في نفوسهم، ينشروه بالكلمة المسموعة، ينشروه بالكلمة المقروعة، ينشروه بالالتقاء بالناس، أن يفتحوا صدورهم للناس وأن يختلطوا بهم.